احنا مضطهدين انا او ما مضطهدين، انت انثوي انت ما انثوي. الحاجة الثانية، لا تتكلم عن الشمال ولا تتكلم عن الشمالين عموما. اي قبيلة، اي زول لونه فاتح شعره سبيبي نخرته مستقيم، ما تتكلم عنه. انتوا الحي لو حرقكم انتوا ما يجوا عليكم، ما تدخلوا في المواضيع اصلا عشان ما يهبشوا. وبرك كده لاحظ بينك وبين نفسك، لو خطيت يدك في ثلاجة في السبع تلقى المكان بارد وحلو، لو خطيت في نار حتشك. يا ريت انا اقدر اكون وصلت لكم الفكرة ان انتوا براكم مدخلين نفسكم في دوامة العنصرية. القبائل السوداء بيس ايش مين. المهم القبائل الزنجية في السودان ما تشتغلوا بالناس، ما تشتغلوا بالخليج. يعني انتوا عنصريين وانتوا ما عنصريين الى ان ابوك. لحد هنا انا هقفل على الموضوع. ما تخربوا لينا وطننا ولا تخربوا لينا ديننا. العايز يهاجر يهاجر، يركب البحر هاجر باي طريق، بس ما تخربوا لينا وطننا ولا تحاولوا تفسدوه لينا. الحاجة الثانية التفريق، حنقل السودان مضطهد العرق الأسود أو الشمال مضطهد العرق الأسود، فصلبوه الجنوب وحارب عشان الجنوب. الجنوب دخل فيه الحروبات والحاجات دي، هو نفس الفهم. الجنوب اتفصل، لكن على جثتنا نحن الشمالين إنه دارفور تنفصل على الشمال. على جثتنا، على جثثنا نموت نحن أول حاجة، حتى بعد كان تنفصل دارفور. ما كل واحد يصفق له ويقول ترقص. أنت كزنجي أطلع برا السودان لكن ما تفصل دارفور، ولا ألف زنجي زيك وحتى جدودك الباعون زمان لو قدروا يفصلوا دارفور على الشمال ولا حيقدروا يبشوها. ونحن مستعدين والله العظيم نقف فوق رجل واحد كل الشماليين عشان دارفور، وما عندنا لهم استفتاء ولا عندنا لهم حاجة زي دي. بتعاني من اضطهاد عرقي تركب البحر وتمشي تدخل به كيس الكلام ده، لكن ما بتعملوا كيس لنا نحن ده اللي تفصل به دارفور وتفتعل به المشاكل. بدل دينك انت حر لكن تفصل دارفور لا. السلام عليكم ورحمة الله.